والله يا ابو محمد هلا ننوارك على العراق يا الحاضرين صلوا على سيدنا محمد من مكة للمدينة سار بالليل وفي عشاق بحب وملتم وبعيد الهادي فرحانا بلادك نور ديانا وعلى الهادي دايم صلونا. يقام هذا اليوم الحفل الكبير لأهالي هذه المدينة بمناسبة ذكرى ولادة فخر الكائنات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم هذا الاجتماع الذي حضره عدد كبير من أهالي المدينة بحضور محافظ نينوى والقيادة الأمنية والعسكرية، يقام هذا الاحتفال بهجة وفرحا وسرورا بولادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا هذه المدينة نينوى والموصل حدباء دائما يحيون هذه المناسبات الدينية التي ترتبط بالنبي الأعظم صلى الله عليه وسلم وبقلوب أهل هذه المدينة مدينة الموصل، هكذا اعتادوا على إحياء هذه المناقب وهذه الأمسيات الجميلة.